أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. الشرطة الألمانية تقول إن حافلة صدمت حشدا من الناس في مدينة مونستر غربية ألمانيا، وسقوط 4 قتلى وعشرات المصابين وانتحار منفذ العملية. سقوط 8 مدنيين قتلى في غارات جوية على دوما، ليزيد إلى 40 عدد القتلى بعد استئناف الغارات على المدينة في ريف دمشق. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يقول إنهم يتحدثون إلى شركائهم الأكراد لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب الولايات المتحدة. الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا يعلن الامتثال للأمر القضائي بحقه حول تلقي الرشاوى وأنه سيسلم نفسه للشرطة. ودراسة طبية تقول إن البدانة تسبب الاكتئاب وأمراض نفسية، خاصة إذا ارتبطت بالمظهر غير المقبول للمصاب بها في المجتمع وبين أقرانه.